السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني كاع الناس اللي تتكلم بان خمس لاعبين ولا ست لاعبين من نادي واحد، ولماذا نادي واحد، وكأن هذا المشرف يعني يريد العمل مع لاعبين محليين، لكن يعني وين نقولها لكم ونعاودها لكم، حتى منتخب الوطني وين يصفوا به حسابات، منتخب وطني وين الناس تصفي حسابات ضيقة، حسابات يعني وين دبرت في الليل، يعني أو يعني كيما نقولوا مؤامرة دبرت في الليل، ناس داخلين قاعدين في رحبة كومبلو. هذا الكومبلو لماذا يعني خمس لاعبين من نادي واحد؟ ناس كان اللي يفتخروا يقول لك والله صايب والله غادي، لا هي بيع اللاعبين، صح خلينا تاع بيع اللاعبين، تسويق اللاعبين للخليج يعني. ولماذا ما كانش سيربي؟ ما كانش في سطيف؟ كاين لعابه واو لا كاين لعابه، بصح لماذا وفاق سطيف؟ لماذا من اللي يسمع؟ قولوا لنا علاه من اللي يسمع فقط، لأن يعني منتخب وطني أصبح يصفي به حسابات استدعاء ليس بريء، استدعاء ليس بالبريء، استدعاء خمس لاعبين ولا ست لاعبين ليس بالبراءة، ماشي براءة، نتحداه لا يلعبهم هذو اللعابة ولا لاكاش هو كيبغي يلعب هذو اللعابة، لاكاش يكون رابح 4-0 5-0 يدخل يلعب اللعابة، بصح إذا كانت النتيجة يشوفها بلي ما تخرجوش يلعبهاش، لعبهمش والله ما يحطوك رايهم. كاش كيما ميريزاك مي قالولو، قالهم أودي ما بغيتش نحطو تحت الضغط ماجر، نقولها لكم ونعاودها لكم، يعني الاستدعاءات خمسة ليس بالبريء، يعني تصفية حسابات من أجل إيقاف البطولة الجزائرية، ضغط على الياسما وإيقاف البطولة الجزائرية، هذي باش يكون على بالكم برك. أمور يعني أصبحت متعفنة، لا رانا كاين يقول لي أنت يا ودي ما نهدرش على المنتخب الوطني، أنا كيلعب نهدر عليه، ماذا بيا منتخب راية وطنية، الفوز بصح أمور للناس يدير بيها. أنا قلت لكم بلي والله ما ينجحوا، خاطش في قلوبهم، القلوب تاعهم ما راهمش ليشان، نيتهم ما راهيش ليشان، النية تاعهم ما راهيش ليشان، يخدموا ذا يخدم ذا. أنا علاه نقول بلي لهذا المشرف راك دخلت في أمور لا تعنيك، خرجوك من مجال يعني مجال التدريب، أنا نقولها لك خرجت من مجال التدريب، أنت كمدرب راك خرجت من مجال التدريب، نقولها لك ونعاودها لك، خاطش دخلت في أمور لا تعنيك. أسروا علينا نتوما كي باغي في جوان تجيبوا تبالكم على اللعابه المحليين، تبالكم على التجديد وزخ دماء ومن على، قلت لكم باللي عوار جابوه باش يفوتوا تحت موراه يفوتوا بزاف صوالح، بزاف مشاريع يفوتوه، باش يقولوا على باش يكون على بالكم اكيد. صرتو جوان، ها الناس تموت على جوان خويا، يموتوا على التربصات تاع جوان، الناس ولا تموت على التربصات تاع جوان. شوفوا استخدام اللاعبين اللي راحوا، خلينا من العريبي اللي كانوا مصطرين باش يجيبوه، قال لك يا ودي جبنا بنزيما، انا دروك انت تشوف واحد يقول لك بنزيما، والله ما لا اله الا الله محمد رسول الله، او حتى واحد تتنبا له بلي هذا بنزيما راه طالع، يعني أمو تربص زاود جيبه، خاطش على انت راك تجيب واحد عنده 36 واحد 37، جيب واحد صغير الأم واجبة، فأنا عارفوا عليه كاين خمسة من الاتحاد العاصمة، نعلم علما يقينا، نعلم علم يقينا، هذه يا خويا كانوا قادرين يخلوا بصح هما يعني كل شيء يعني مخطط، وهذه الأمور دبرت بالليل في الفيلا في الشراقة في آجي، يعني يجتمعوا يعني ويخرجوا بقرارات. قولوا لنا زرواطي مين راح الآجي، عن وين بات؟ أنا زرواطي وين بات؟ أنا على بالي وين بات زرواطي؟ الرجالة تجتمع يعني يجتمعوا باش يخرجوا بقرارات باش يردوا المستوى تاع الجزائر في الرياضة ويردوا، بصح للأسف حنا عندنا لهنا يعني اجتماعات من أجل يعني سحب الثقة ويخدموا باش يخدموا للمصلحة، كل واحد ويخدم المصلحة تاع خويا، يخدموا من أجل مصالح برك، هذا مكان ناس يجتمعوا باش
يبينوا يعني وين يجتمعوا رؤساء الأندية الجزائرية فقط من أجل التخلاط وسحب الثقة من فلان أو دعم ترشح فلتان أو المصادقة على التقرير المالي والأدبي فقط. ولم نسمع يوما أنهم اجتمعوا من أجل بعث المشروع التكوين أو اقتراح خطة لرفع المستوى الدوري، تحركات فقط مصلحة شخصية على حساب مصلحة العامة لكرة القدم الجزائرية وفقط. حاليا مزيان نفهموا بعضنا، مزيان جينا نساهموا بعضنا بعض، مزيان جينا نساهموا بعضنا بعض، هي ما جات عندنا عدة لغات يعني ما تفهمهاش يعني ولا. الحمد لله يا ربي، كي تشوف انت كيما هكا تعرف شكاين، ولا التحية متبادلة كيسموه بالشيخة، دار تحية خمسة في ليكيب ناسيونال، كون دار هكا غادي يجيب 10، وإلا طلب باش يزيدو يقولوا له تجيب تعيط زوار يقول الزوار واحد، روح تشوف نتايا أروح جيبوا لي من اللي ياسم، ولا أنت معاك ما تروحش، قول راني مبليشي روح طلع روح جيبوا تشم ليها، قول باين اعتزل روح، جايب لعاب جايب مدرب جايب غارديا من بعد يخرج يقول لك باين اعتزل، لماذا كاين بزاف أمور، لماذا؟ حنا ماغاديش نقول لكم بلي باين نديرو فتنة باللعب، بصح أنا أنت جايب اللعاب. الغارديا هذا اللي دا احسن حارس يعني وين دار مستوى كبير مع الاخرى مع ميت يعني ولد. لماذا قولوا لنا لماذا تاكو اوم واكو جبت غارديا واحد اخر كنت جبت سيار بي ولا غارديا انت على تخسر غارديا تجيب واحد اللي ما غاديش تستفاد منه صايي غادي يعتزل واو لله تاع جايب واحد انت انت كي تجيب واحد تجيب الصح تجيب هذه هي كي تروح تجيب الصح هذا كنت جايب لي جاي تجري جايب لي لعاب وجاي تجري جايب لي واحد يعني معتزل سايك اعتزل جيب واحد معتزل راك جايب واحد معتزل انت كي دايره هذه خويا هيا قولي كي دايره راك جايب واحد معتزل كي دايره واو لله راك جايب واحد سايك اعتزل وجايبه حنا نجيب واحد يعني اللي نتا تحتاجه راك توجد لكاس افريقيا نتا جايب اوكسدا اعتزل قدام لا يلعب ايا قال لك لا بيديرو تكريم سرباح الله يرحمه ما داروش تكريم سرباح وما داروش تكريم مبولحي شكون اللي يحتاج التكريم مبولحي ولا هذا مبولحي ولا اوكسدا احترموا شوية عقول حنا على بالنا شكاين كي نقول لكم على بالنا شكاين يعني ماشي نقول لكم تضاربوا ولا حاجة ما تتهموش على امور ما تتهموش يعني وين هذه هي كاين امور اللي ما تتهموش عليها وصعيك هذه من التعليق اخويا الدنيا هذه انا واه على شو بيهدرنا على عوار واه شو هي اخويا هي مع مرور الوقت وتولي اللقاءات خاصه اذ جاء مدرب متمكن تكتيكيا وله قراءه جيده للخصوم ومتشبع بثقافه تغيير الخطط حسب ظروف المباراه رايح يولي عوار شيكور المنتخب الوطني الجزائري بكل قوه انا نقولها لكم هيا قولوا لنا شوف ماذا بكم تنجموا تعطونا تقولوا لنا على خمسة على جابوهم من أجل البطولة الجزائرية أنا أقول لكم المنتخب الوطني الجزائري أصبح يصف به حسابات مازال كاين أمور مادام كاين ناس وراء السيطار يتحكموا ما غادي نديرو والو وما على طايحين على مدور على ذاك الزرواطي طايح على مدور ذاك الزرواطي راسلينو والو بالك الزرواطي ناس راسلينه باش يهدر فانيك أنا أقول لكم نتحدى ذا الزرواطي كون جات باراد وخاصها 3 بوا والثورة خاصها نقطة باش تدي الشامبيونا أما لا باراد تربح الثورة باش يكون على بالكم متالي كاع
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.